عمليات تحرير الموصل ونزوح العوائل الساكنة من داخل محافظة موصل. طبعا كان لدينا خطط مسبقة لهذا النزوح بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية وطبعا ومؤسسة البارزان الخيرية. طبعا أول ما بدينا بنصب مطبخ لتوزيع وجبات ساخنة على العوائل النازحة وأيضا على وجبات السريعة اللي نقدمها على النازحين. طبعا بعد استقرارهم في المخيمات وفي الخيم نوزع عليهم، وطبعا وسط البارزاني ومع منظمة UNHCR يوزع عليهم مواد إغاثية مثل بطانيات ودواشيك، وكهلال الأحمر العراقي فرع عربيل نحن نقدم لهم مساعدات غذائية وإغاثية كمطبخية. الحقوقي هاوري إحسان صادق مدير فرع عربيل ومسؤول غرفة عمليات المناطق الشمالية. تجي مساعدات، مو ما تجي مساعدات، بس عندهم نظام شو الخربطة، يعني ما يمشونها نظام مثلا أحرف، حتى يمشونها يعني بصورة صحيحة مثلا، أو كل قاطع واحد مثلا. الشغلة الأخرى مثلا عندك المخزن، تدري إحنا أول مرة نطب مخيم، إحنا 5 يوم طابين مخيم، أنت ما تعرف إيش ينطيك، هذا هو قسم انطوه دواشق، انطوه بطانيات، شغلات مال إنارة، ما إنارة ما انطوه، تشولة مثلا، شغلات مستلزمات ما منطينه. يعني ترجع علي ثاني يوم يقول لك احنا نجهز الجدد والقديم بعدين. أنا من 9/11 طاب لحد الان اغلب المواد انا ما مستلم، انطوني ارزاق لك. شنو تطبخين يعني تطبخوا على الشمس؟